فينو؟ والله خذ اشتريها اشتريها. على بال ما المساندين يجهزون الهدايا لكم في طلبات المتسابقين. نستقبل طلبات رزقي فيصل عرجاني حبيبي اخو فزار. بعد الساعة 12 ما نستقبل طلبات، يعني إذا كان عندك شيء، إذا كان عندك شيء يطول عمر السلامة تكتبه لنا في هذا الصندوق، الصندوق راح يكون هنا. فيه صندوق طلبات وفيه صندوق شكاوي. حلوين؟ من بعد الساعة ايه هنا بنروح بنخلي لك الكرتون وتحط فيه الطلبات. طبعا بعد الساعة 12 ما نقبل اي طلب او اي رسالة. حلوين. طيب في امر ثاني يا شيخ، خلي الهدايا توزعت كلها؟ توزعت كلها، خليه يقرون الحين. تمام تمام. دقيقة دقيقة دقيقة. اسرح هذا الشيخ، عشان اجلس الشيخ عندك. فهد انت اسرح. فهد عود الله يحييك. معك.